حلقة جديدة من برنامج يلا معكم. أنا هيفي بوزو. ضيفتنا لحلقة اليوم هي الفلوجر والإنفلونسر ومدربة الرياضة والفتنس والرقص الشرقي فاميلا كويك، واللي عندها مئات آلاف السبسكرايبرز والمتابعين عبر اليوتيوب وصفحاتها على السوشيال ميديا، واللي بتقوم بمشاركة متابعينا بلحظات من حياتها مع أسرتها وكمان بتعليمهم التدريبات الرياضية والفتنس والرقص الشرقي. لتعرفوا أكثر عن فاميلا كويك تابعونا يلا. اهلا وسهلا فيكي معنا باميلا كويك. Thank you so much. I'm so happy انه انا معك اليوم هيبي. باميلا بدي اياكي تحكي لنا عن مسيرتك الفنيه، لانك بداتي انت ايضا كمغنيه وكان لك نجاح مميز وبعدها توجهتي لانك تكوني فلوجر. شو اللي خلاكي تعملي هالتغيير؟ انا كنت كثير حب شغلي كمغنيه وات واز ماي باشن، بس لما تجوزت وجبت اولاد كأم صعب كتير ضلني مغنية، بتعرفي انه الحفلات بالليل وسفر ويعني ما فيني اعطي وقتي مزبوط لبنتي، وانا حلمي انه يكون عندي بنت كان سو بس شفت اول بيبي ما صدقت ووقفت. It was hard انه اقدر كمل. فوقفتي انت، صار صعب عليكي ترجعي؟ صار صعب ارجع، بس هلا بدي ارجع هلا عم يعني فتت بمجال الفتنس والهيلث والهيلثي لايف ستايل، بس كمان بدي ارجع للغناء. بتحسي حالك انه بتحبي الغناء اكثر؟ ايه، الموسيقى is so beautiful and entertaining people. شوف التفاعل العالم معي بحب ابسط العالم كثير. انا فين ما بروح كده بلقك قررتي انك تبلشي تعمل توثيق لحياتك اليوميه معك ومع العيله، كيف صار هالتوجه؟ سو قلي انا اصلا دارسه كوميونيكيشن ارتس، فبعرف صور، بعرف اعمل اديتنج، بعرف اشتغل على الكونتنت. سو بما انه انا دارسه هالمجال كثير كان هين علي اني اعمل فلوجات ونزلهم على اليوتيوب، وقلت هيك قاعده بالبيت مع بنتي خليني اعمل شيء بستفيد منه وبنفس الوقت بيكون ذكريات لحياتي يعني. وبلشت الفلوغ والحمد لله كتير يعني كتير نجح. أكتر فيديو جاب لي سبسكرايبرز هو نهار كنت أنا قلت لهم رايحة جرب صف رقص شرقي بالجيم، وأنا بوقتها ما كنت بعرف أرقص. سو نزلت على الجيم وصورت لهم أنا عم بهيدا الصف. ايه اند ما بخبرك الكومنتس والبليز علمينا شو تعلمتي، نحن بدنا نتعلم ما في حدا بيعلمنا. شفت انه العالم كثير حابين يتعلموا. بوقتها على اليوتيوب ما كان في حدا بيعلم بالعربي. سو بلشت حطيت برايفت تيتشر، بلشت تعلمني وعلمهم شو عم بتعلم. اوكي. وكثير كثير الموضوع مشي يعني، صرت كل جمعه نزل ويطلبوا مني يعني it was amazing. بعدين حبلت بماي سكند بيبي. ايه سيا ميا وسيا، الله يخلي لك اياهم بام. ثانك يو. بوقتها ما قدرت كمل لانه انا بس كون حامل بصير كثير مريضه. سو هلا رجعت كمل و ذاتس هاو ستارتد. بلشت هيك مسحه و صرت بروفيشنال يعني، اخذت ماي تيتشينج سيرتيفيكيت و عم شوف عم تابع. سو بنعمل 1 2 3 4 5 6 ونقفلها. بنعمل نص دويرة ونقفله، فينا نحط ايدينا هيك مثل ما بترتاحوا. 1 2 3 4 5 6 بوقف على راس اصابع اجري، بعلي اجري اليمين شوي وتك بضرب خصر. بس اضرب خصر اليمين عم بتقرب اجر الشمال. احكي لي على انه كيف انت قدرتي تحافظي على هالشيء، اول شيء انه انت كأم وزوجة انه عندك هل مثلا بجوز كثير شغلات تعمليها، ركض بالبيت ضغط، صح ولا لا؟ لانه بعرف انا كأم كمان. ايه كأم مش هينه ابدا. It's not easy.
بس الواحد بس ينظم وقته كل شيء بيزبط. يعني انا ما كنت اعرف نظم وقتي ابدا ولا مره قبل ما يصير عندي اولاد، بس من بعد الاولاد اتس ا ماست. بس الواحد ينظم وقته، انه انا مثلا كل صبح بوصلهم على المدرسه، اول شغله بعملها هو الرياضه. من بعد ما اخلص الرياضه بكمل كل شيء ثاني، لانه نهار اللي ما بروح على الرياضه اول شيء خلص راحت علي ساعه الرياضه، لانه بننشغل كامهات، عندنا مسؤوليات بالبيت، عندنا مسؤوليات ثانيه، سو صعب كثير. فبس الواحد يركز انه خلص هالساعه بدي اخلصها الصبح وكمل نهاري، بتزبط بتزبط كثير منيح. طيب انت برايك انه للمراه لتحافظ على جسمها ولياقتها، هل مهم اكثر تعمل كارديو يعني مثل لعب رياضه سريع، ولا تعمل الاوزان او يعني الويت ليفتنج اكثر؟ لازم الاثنين، لانه الكارديو بيعطيكي انديورنس، بتصيري هيك فيري فيت، وال you burn calories اكيد. بالويت تريننج بتكون you're becoming stronger. في البنات بيفكروا انه اذا عملت ويت تريننج حصير مثل الرجال، لا، قد ما تقلي قد ما يعني you can decide if you want to be stronger, if you want to build muscle. يعني فيك تعملي ويت تريننج بدون ما يبين، بلاك انا ما I didn't overdo it, I'm just stronger. انت قاعدة معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مراية العين. بام، كمان شفت انه انت عملتي فيديو مع جوال مردنيان للرقص الشرقي، احكي لي عن هي التجربة، وانه هي كيف حكتك كإنفلونسر طبعا كتير معروفة جوال، وانا كتير بحبها، شو رأيك فيها هي كشخص؟ يعني كيف كان هذا الانتراكشن؟ شخص رائعة وكتير مرحة وهيك بتحب الحياة، وأنا وياها نفس البرج، هي القوس وأنا القوس، فكتير أنت القوس؟ أصدقائي أنا الدلو. أوكي. فكتير انبسطت معها بهالتجربة، ودغري هي بتتعلم، يعني بقلها الحركة دغري بتعملها. إيه. She's a fast learner. تعلم بسرعة، وهيك هي مرحة وبتحب الحياة بتحسيها، لأنه برج القوس أكيد بري. يعني حب الحياة وشخص كتير هيك حقيقية و very lovely, lovely and nice. كتير حلو، نوجه لها تحية لجوال من برنامج يلا. أثر الزواج والأطفال عليك وعلى مسيرتك المهنية؟ بتعرفي في ناس ممكن كتير إنه ممكن إنه بالعكس يصيروا خلص إنه يوقفوا كل شيء يضلوا بالبيت، أنت كيف كانت تجربتك؟ يعني شو الشيء اللي خلاها تكون مختلفة بجوز؟ أنا اللي بيعرفني عن قريب بيعرف قدي أنا بهتم بولادي، يعني فرس كل بعد الظهر لما يجوا من المدرسة، أنا أصلاً بوصلهم الصبح، أنا بروح بجيبهم، أكيد بطبخ لهم، أنا بحممهم، أنا بنيمهم، سو أنا كتير بهتم فيهم، ما عم بحطهم بقى كتير على السوشيال ميديا، لأنه يعني أنا بآمن بشيء اسمه عين. فكل ما كنت نزلهم يمرضوا، سو ليتلي وقفت حطهم، بس مش معناتها أنه أنا مني معهم، أنا دايماً معهم وبجرب خلص كل مشاريع تبعي الشخصية قبل ما يجوا من المدرسة، لا أقدر أعطيهم وقتي بعد المدرسة، مش إنه خلص قعدنا بالبيت ونربي، أكيد عم نربي، بس فينا ننظم وقتنا هني وبالمدرسة نستفيد من هالوقت. أوبا! هاي! هاي! Say I miss you! I miss you! اشتقت لكم كتير! اشتقت كتير! يا حبيبي! مبسوطة بالمدرسة؟ ميا كتير مبسوطة بالمدرسة، بعدها بتيه بالمدرسة. You like Dubai؟ مبسوطة بدبي؟ مبسوطة بدبي. مبسوطة بدبي حبيبي يا ماما. طام، شو مشاريعك المستقبلية اللي عم تشتغلي عليها غير موضوع طبعا الرقص الشرقي اللي هو كتير هلا عندك popularity فيه، وعم تعملي كمان الفتنس، شو في غير شغلات عم تشتغلي عليها حاليا؟ هلا مركزة على الرقص الشرقي، كمان عم بتطور فيه اكثر واكثر.
وان شاء الله قريبا حارجع للغناء فور شور. اوكي انا اول شيء يعني حبيت اتعلم الرقص كمان انه كرمال انا وعم غني تو بيرفورم، مش بس اوقف غني، انه ارقص انا وعم غني. فهلا صارت كثير ظابطه معي انه الرقص مع الغناء، سو اي ريلي want to perform again. شو حلو. فايه انه بالعكس هذا قوى من حتى قدرتك على الغناء، لانه صار بتقدري هلا تعملي اصلا البرفورمانس الرقص الشرقي مع الغناء. ايه وصلنا لمرحلة الأسئلة السريعة. جاهزة؟ جاهزة يلا. أوكي، مين هو أكثر نجم مفضل عندك؟ بحب براد بيت. براد بيت is your favorite. أوكي حلو كتير. مين هي أكثر influencer ناجحة أو ناجح من وجهة نظرك؟ ما في برأيي one influencer ناجحة أو ناجح، لأنه كل influencer، مثلا في influencers تبع الرياضة، في كذا حدا ناجح وبتعلم منهم كثير اشياء، في تبعوا للفاشن حسب اي كاتيجوري. طب انت مين بيعطيكي اكثر شيء هيك انسبيريشن لإلك؟ many different people I follow. ما عندي شخص معين. ما عندك شخص معين؟ yeah. طب شو هي الاكله اللي ما بتقدري تقاوميها؟ شوكليت. عندي مشكله مع الشوكليت. ايه صعبه هي على الكل. ايه لانه it's sugar و it's not good بس باكل كميات صغيره. فصرتي ايه بتاكلي انه بكميات اصغر؟ كميات صغيره لحتى ما انزع جسمي يعني وصحتي. شو هو اكثر شيء بيعطيكي السعاده؟ ولادي. ما بخبرك يعني الهابينس اللي بيجيبوا لي. انا اصلا my dream was to have kids and girls. الله يحميهم ويخلي لك ياهم. Thank you. خلي لك ولادك. Thank you حبيبتي. أكثر شخص له أثر إيجابي عليك بحياتك؟ كل الناس يلي آمنت فيي، يلي بتحبني، يلي دايماً بتشجعني، حتى الناس يلي بتلاقى فيهم يلي عملوا حالهم من ماشي، هيدول الناس they inspire me so much. يلي اشتغلوا كتير على حالهم وصاروا شيء من ولا شيء. إذا بسألك هلأ تقدمي نصيحة لجيل الشباب اللي عم يتابعونا بشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، شو هي؟ بدي أقول لهم إنه أبداً ما يستسلموا لهدفهم، يضلوا لحين هدفهم حتى لو سكرت بوجهن، لو ناس قالوا لهم إنه أنت ما you're not good أو دايماً في ناس حيجربوا يحطمون من أقرب الناس لقالون أو من أبعد الناس، فما يسمعوا لحدا، يضلوا لحين حلمهم بس يشتغلوا كتير منيح ليوصلوا عليه، وحيوصلوا بس they need to work hard and they will get wherever they want. Just believe in themselves and they don't need validation from anyone else. انبسطت كثير قابلتك اليوم باميلا كويك، وان شاء الله بدي اشوفك وطلع متابعك طبعا بنشاطاتك القادمه. Thank you so much. انا كثير كثير انبسطت اني كنت معك. I'm so happy to see you and thank you for this lovely interview. Thank you so much. طيب خلينا نعمل يلا مع بعض. اوكي 1 2 3 يلا.